السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. الله يبارك فيك، أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألكم الدعاء. الله يوفقنا وإياكم ويصلحنا وإياكم ويسكننا وإياكم في الدرس السامعين. لو سمحت يا شيخ سؤال، لو سمحت. تفضل. هل يا شيخ إذا بحثت عن عمل آخر يكون يعني براتب أكثر من عملي الحالي، يكون هذا من عدم الرضا أو عدم القناعة؟ لا 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 لا، ما في أي مشكلة، لكن لا تنقض عهدا ولا ميثاقا. إذا كنت عهدت عهدا لا تنقض عهدا ولا ميثاقا، وإلا فلا، الأمر واسع. بارك الله فيك يا شيخ، شكرا. وإياكم، الله يكرمك وعانك الله يا إبراهيم ابن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا، ازي حضرتك؟ تفضل بخير الحمد لله. الله يبارك في سعادتك، الله يكرمك. في استفسار بس بعد إذن حضرتك. تفضل. دلوقتي لو واحد معاه مبلغ من المال وحطه في البنك بالشهادات المذكورة والمزعومة إياها ديت، وخد الأرباح ديت وأنفقها على الفقراء، هل ده يجوز شرعا؟ خصوصا المسألة دي فيها آراء كتيرة واختلافات. والله كتيرة. أنا أختار الرأي القائل بالجواز ما لم تكن هناك قرابة ولا أي فائدة تعود عليك. أنا مش فاهم الإجابة بتاعت حضرتك. أختار الرأي القائل بالجواز. القائل بالجواز، ولكن بقيد ألا يرجع إليك، ألا ترجع إليك أي منفعة. يعني الأموال كلها للبنك يدها لصاحب المال يخرجها في سبيل الله. للتخلص منها، على سبيل التخلص منها. على سبيل التخلص منها. ولكن حيساب، أما حيساب أو لا يساب إذا لا يساب عن الله. لا، هو يساب للورع. أرأيت لو وضعها في حرام يساب للورع. يساب للورع. الله يسلمك. ماشي يا مولانا، جزاكم الله خيرا. وإياكم 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 الصالحين والصالحات. السلام عليكم. بارك أحبك الله يا إبراهيم بن صبح الذي دعوتنا فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ بخير والحمد لله، الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى عندي بس سؤال واحد بس يا شيخ مصطفى، معلش. تفضل. كيف نجمع بين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. في الإيمان بهم، نؤمن بهم جميعا. نعم. لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، نؤمن بهم جميعا. نعم. أما الأنبياء تلك... يعني. أما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. وقال يعني شيخ مصطفى، يعني الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض، لا شك، لكلهم بمنزلة واحدة. لا، ألم ترى أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم؟ نعم. صح صح.
وسيدنا إبراهيم خير البرية عليه الصلاة والسلام في الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك يا شيخنا؟ بخير والحمد لله. الله يوسع عليك. الله يكرم شيخنا. والله حضرتك أنا شغال في المملكة العربية السعودية. نعم. وللأسف أنا شغال في خارج مصر في المملكة العربية السعودية. نعم. واكتشفت إن الشركة اللي بعمل فيها بتعمل في منتجات يعني بيكتبوا عليها إنها صيني وهي بيكتبوا عليها إنها ألماني مثلا وهي صيني. وبيعوا المنتج على كده. وفي بعض الناس بتسألني طبعا إن هي صيني ولا ألماني، فبقول لهم الحقيقة أحيانا بكذب أحيانا. لا تكذب حرام. تكذب حرام، ما فيش فيها نقاش. كنت تقول الحقيقة هذه صيني لا بأس. تمام. فهمت الكلام؟ ويا ليتك تبحث عن عمل في شركة أخرى. هل الأجر اللي بتقاضاه حلال في هذه الحالة ولا حرام؟ أنت اللي بتطبع الطبعة ولا إيه؟ نعم. أنت الذي تطبع الطبعة التي لا فيها لا. الغش؟ لا لا لا. أنت مسوق ولا إيه طيب؟ عملك؟ لا لا أنا بعمل في اللوجيستيك يعني في اللي هو في المستودعات واللوجيستيك وكده. على العموم حاول أن تبحث عن شركة أخرى قدر استطاعتك، وقدم نصيحة للعاملين لأصحاب الشركة. قدمت والله كتير يا شيخنا، بس هو للأسف يعني محدش اجتهد في البحث عن عمل آخر. شكرا. قل كنت مسافرا اليوم وفاتتني المغرب ووصلت ووجدت الإمام صلى. السلام عليكم. صلى إيه؟ مش عارف راح السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا، جزاكم الله خير. وياك تفضلي. عايزه بس كنت عايزه حضرتك تسند لي الادله اللي هي بتقول بفرضيه النقاب والادله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراه عوره. قال الله تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. أيضا لما دخلت صفية من تحيي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: لا ندري هل هي مما ملكت يمينه أم هي من أمهات المؤمنين. قالوا: إن حجبها فهي مما ملكت يمينه، ولم يحجبها فهي من أمهات المؤمنين. فكانت الإماء يكشفن الوجوه، أما الحرائر فيغطين الوجوه. أيضا في هذا الصدد دخل جرير بن حازم على حفصة بن سيرين، وقد كانت من القواعد من النساء آنذاك، وقد تجلببت وتنقبت، فقال لها: يا أمه ألم يقل الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت: يا بني أكمل الآية. فأكمل الآية فيها: وأن يستعففن خير لهن. قالت: يا بني، هو إثبات الحجاب. شكرا. هل رانيا بنت عرفات ممكن تذهب للحج بدون محرم؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، ويرى جمهور العلماء جواز ذهاب المرأة مع الرفقة الآمنة للحج سواء كانت فريضة أو نافلة، ويستثنون الحج. ومن العلماء ويستدلون بقول الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ويستدلون العكس، مش فاهم العكس. ويستدلون كذلك بأن أزواج النبي خرجن زمن عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان كرفقة آمنة. بارك الله فيك يا جنات جنات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. عودا حميدا. الله يجمعنا وياك في الفردوس والسامعين والسماعات يا رب يا رب. اللهم بارك الله فيك يا عبد الرحمن. يا شيخ كنت بسأل حضرتك
في واحد بيسألني لو جنبه بيت بجواره منزل الجار عايز يشتري بيته، هو كان هيبيع البيت، فجاره كان عايز يشتريه ب100 جنيه مثلا. ففي حد تاني هو اتفق مع بعض ان هو هيشتري البيت بتاعه ب150، بس اللي هيجي يشتري دوت فظ غليظ مش كويس في الاخر. بس اختصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والعدل الرقم يا عبد الرحمن في التليفون بس. الواحد بيقول كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخنا. صح ولا غلط؟ اتفضل. حضرتك هل يجوز الاغتسال من الجنابة على جسم فازلين؟ يجوز الاغتسال من الجنابة على جسم كفازلين. نعم يجوز. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لبد شعر رأسه عند الإحرام من ميقات ذي الحليفة، والتلبيد أن تضم بعض الشعر لبعضه بمادة كاللباد، كاللي سماه المصريين الجلة التي يعملون بها الكور الشراب دي، وكان مع ذلك يغتسل ويتوضأ. شكرا. بارك الله فيك يا محمود أبا حمزة، وفقك الله يا شيماء بن سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ احنا عندنا في عمارة، يعني العمارة دي عبارة عن اللي هي مثلا شقق، مش كلنا يعني مش عمارتنا، كل حد مشتري فيها شقة مثلا، فاحنا لينا فيها شقتين تمام. فأهل البيت عايزين يجمعوا من بعض، وعايزين ان هم يوضبوا السلم رخام وكلام من ده. فالمفروض ان احنا قاعدين في شقة والشقة التانية دي على الطوبة، المفروض ان احنا ندفع للشقتين ولا شقة واحدة بس؟ لا والله. ممكن تعيد السؤال؟ نعم ممكن تعيد السؤال لو سمحتي. احنا في نحن العمارة دي احنا لنا فيها شقتين. لكم في العمارة شقتان. تمام. وبعد؟ شقة متوضبة واحنا قاعدين فيها، وشقة ثانية على الطوبة. شقة متوضبة وانتم جالسين فيها، وشقة أخرى على الطوبة. ايوه. فأهل البيت هو السلم مش متوضب، ولا السلالم بتاعته مش رخام وكده. أهل البيت عايزين إن هم يشتركوا ويعملوا رخام وكده. طيب. المفروض إن احنا ندفع نصيبين ولا نصيب شقة واحدة؟ نصيبين، أنتم أصحاب شقتين. تمام. شكرا. زوجي بيقول ان احنا مش مستهلكينها الواحده بس. لا 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 لا، نقسمها على عدد الشقق، 10 شقق في البيت، والبيت تكلف العمل تكلف 100,000، كل شقه 10,000 مثلا. تمام. يبقى احنا مثلا يبقى 20. انت فهمتي خلاص. احبك الله يا ابن الاستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، أحسن الله عليكم، بسأل حضرتك بس. كنت متزوجة من 12 سنة، أنا لسه متزوجة يعني. كان في اتفاق بين زوجي وجدي الله يرحمه على الذهب، إن هو كان ب25,000، فساعتها جابوا 65 جرام ذهب ساعتها. فدلوقتي زوجي بيقول لي هو الذهب ده المفروض انت ليكي 25,000، هل فعلا انا ليا 25 ولا ليا جرامات؟ عفوا، كان في ايه؟ عفوا. لما كنت بتزوج كان زوجي متفق مع جدي الله يرحمه على الذهب ب25,000 ساعتها من 12 سنه. جاب لك ذهب ولا ما جابش الذهب؟ جاب 65 جرام ذهب. بعد كده خد الذهب مني، باعه، كان هو يعني عايز فلوس وكده، فخد الذهب باعه وكده. فأنا دلوقتي ليا ذهب ولا ليا 25,000؟ لكي ذهب، لكي ذهب، زوجك غير مضبوط، لكي ذهب. لا هو بيسأل، بس هو بيسألني يعني، وعايز يعرف ليا ذهب ولا ليا فلوس. طيب خلاص، انت رفيقة بالزوج، جزاك الله خيرا على رفقك به، لكن انا رجل بفتي ما ليش عاطفة في هذا الباب. انت لك 65 جرام ذهب. تمام يا مشي، جزاكم الله خير. الله يسلمك، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا رامي، انت اسماعيل، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، عايز اسال حضرتك على صحه الحديث لا تقوم الساعه
حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. هذا الحديث اللي انتشر هذه الأيام ضعيف من كل طرق فيها مقال. الحديث الذي فيه أن لا تفنى هذه الأمة حتى يلتقي الرجل بالمرأة فيفعل معها المحرم أمام الناس ويكون أمثلهم له من قال له استطرت وراء هذا الجدار. كل طرق فيها مقال. شكرا شيخ. في سؤال يا شيخ لو سمحت. ما حكم التوسل بالرسول والأنبياء والصالحين يا شيخ؟ أتوسل بإيماني برسول الله وبحبي لرسول الله وباتباعي لرسول الله. لكن لا أتوسل بأشخاصهم. ما هو كده صورته. اللهم إني أحب نبيك فأكرمني، اللهم إني أحب سنة نبيك فأكرمني، اللهم ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بإيماننا اغفر لنا ذنوبنا. بارك الله فيك كريم يونس، بارك الله فيك أحمد ناجي، وفقك الله يا أحمد بن ناجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدو معايا؟ نعم مصطفى معك. كنت هذا كان حضرتك يا شيخ خاص لو سمحت. خاص خد رقم الخاص 0 1 5 3. معايا حضرتك متبش عليا. طيب بعد ارسل لي رسالة قل لي المتصلة نطلبك ان شاء الله. اعمل ايه؟ رسالة خطية للهاتف من الهاتف العادي، الهاتف الذي يرسل ويستقبل فقط، رسالة نصية كل المتصلة وانا اطلبك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل شيخ. أنا مريض نصور. نعم مريض نصور طهور إن شاء الله عافاك الله. أبكر لصلاة الجمعة قبل الصلاة بنصف ساعة. طيب هل يجوز لي الصلاة بهذا الوضوء صلاة الجمعة؟ يجوز. جزاك الله خير. حياك الله حفظك. مرحبا بك يا محمد بن جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك يا شيخ. الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش يا شيخنا سؤالين بس بعد ما حضرتك. سل. أخ بيمشي بين أخواتي بالنميمة يعني والأخت حاليا مقاطعة يعني. طيب. عليها اسم مقاطعة. نعم. عليها اسم. الأخ بيمشي بين أخواتي بالنميمة يعني. فالأخت مقاطعة قطعته يعني. هي عليها اسم قاطعته لكونه نماما. اه والله انت حملت الاذى ووصلت الرحم. وافضل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه سائل يقول يا رسول الله ان لي رحما اصل ويقطعون، اعطي ويمنعون، اعفو ويسيئون، احلم عليهم ويجهلون علي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فأنصحه بالصبر، ومن خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. تمام يا شيخنا. سؤال ثاني بعد ما حضرتك. نعم. دلوقتي إذا رجل جامع زوجتي في بداية الحيض وهم لا يعلم أنها في بداية الحيض جاهلة، إذا كان جاهل لا إثم عليه. جزاكم الله خير. هل على الزوج إثم إذا منع الزوجة من أن تكشف العورة المغلظة أمام طبيب الرجل في حالة المسالك البولية لإجراء عملية منظار مع العلم أنه تكاد تنعدم الطبيبة؟ إذا انعدمت الطبيبة ماذا تصنع؟ هل ستموت المرأة؟ هتكون ضرورة. فإذا كانت المرأة حالتها تستدعي عملية جراحية ولا يوجد إلا طبيب رجل، فعندنا نصوص شرعية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أجعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. تفضل الله يحفظك. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. سلمك الله من كل سوء ومكروه يا رب تقبل. وإياكم 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 الله يحفظنا وإياكم. حضرتك أبو خديجة شيخنا ألمانيا. أبو خديجة من المدينة؟ ألمانيا يا شيخنا. ألمانيا. تفضل يا أبو خديجة. تفضل مرحبا بك. جزاك الله خير. الله يكرمك. احنا معلوم لدينا بفضل الله ان الجزاء من جنس العمل والعقوبه من جنس المعصيه. لا، اما الاخيره دي العقوبه من جنس المعصيه لا يلزم. نعم لا يلزم ابدا. طب هل يمكن ان نقول ان الشيعة الروافض عليهم من الله ما استحقهم
بقولهم البهتان والظلم على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الفترة ما قالوها على عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالفرية، هذه الفرية أن الله عز وجل قد ابتلاهم بزواج المتعة الذي هو معلوم لدينا أنه زنا، هل نقول ذلك؟ لا 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 تقول ذلك، لا نقول ذلك. أي لأن هذا الزواج كان مشروعا في صدر الإسلام، فلا تستطيع أن تتهم ابن عباس رضي الله عنه. الشيخ كان في بداية، اسمع الكلام، في أول الإسلام، في الأول حتى في الهجرة بعد الهجرة ألم يكن حلالا؟ نعم. متى حرم؟ حرم عام خيبر، في خيبر. نعم هم حرم في عدة مواطن منها خيبر، فيعني إن إذا وصفت الصحابة بشيء طبعا نقول لا نقول بجواز نكاح المتعة، نقول نكاح المتعة لا يجوز، أحرام نهى عنه النبي، لكن ما نستطيع أن نقول الذي تذكره. في أيضا مسألة الجزاء من جنس العمل، هي ليست لفظ حديث لكنها مستنبطة من بعض الأحاديث وبعض الآيات. يعني مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دليل، لكن هب أنني أحسنت لشخص بإنقاذه من ورطة، وأحسن الله إلي بمال كثير، المال ليس من جنس الورطة، إنقاذ من الورطة. فهل يلزم؟ ولذلك في أبواب الدعاء، في أبواب الدعاء مثلا أنت ممكن تقول اللهم ارزقني وتتصدق وتسأل الله الرزق، فيكون الجزاء شيء آخر، ادخار للآخرة. نعم. يكون صرف السوء عنك نوع من، ممكن يكون الجزاء راحة بال وهدوء بال. نعم. قول الجزاء من جنس العمل له فقه. هذا الجزاء رجع إلى الله عز وجل. أيوة المجمس. إيه الله عز وجل. بس خد بالك، بس أنا أريد تعميم الفائدة، لا تعجل علي، اسمع. عندنا مثلا أشياء ممكن يستدل بها، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا وارد، ولكن هل بإطراد في كل شيء؟ لا، أنا ممكن مثلا الجزاء من جنس العمل، ممكن تصوم وربنا يرزقك مال، أحسنت بالصيام ورزقك الله مالا. في فقه الدعاء، أو عفوا، الله قال لإن شكرتم لأزيدنكم، ليس في فقه الدعاء، أنا رزقت مال قلت الحمد لله، ما وجدت مال جديد جاءني، لكن ممكن يكون الرزق الثاني مدخل للآخرة، ممكن يصرف الله عني من السوء مثلها، فالأمر رجع إلى الله. بارك الله فيك يا ياسين الحسوني. السلام عليكم. ياسين الحسوني، سؤال موجه إليك، هل ياسين من أسماء النبي أم لا يا ياسين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا عم الشيخ مصطفى. وإياك عم الشيخ، مش عارف اسمك. عبد الله، الله يبارك فيك. وإياك عم الشيخ عبد الله، يلا. الله يبارك في عمرك يا رب، الله يكرمك. كم سؤال كده سريعا. تفضل. بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصلاة بعد الجماعة الأولى بتخلص، بنيجي جيت أصلي النهاردة مع حد، فحد بعد ما خلصوا يعني الصلاة، فحد قال لي لا استنى الناس تعمل جماعة جديدة أحسن ما تصلي مع حد خلص في الصلاة بتبقى أحسن، هل في فرق؟ يعني أنت أدركتهم في التشهد؟ ما أدركتش الصلاة بقى خالص نهائيا، فحد قام يكمل صلاة وأنا اتوضيت وجيت بقى أخد أسحب واحد من الصف من اللي صلوا أصلي معه، ولكن يعني حد قال ما تستنى في حد جاي وصلوا من بداية الصلاة، بدل ما تصلوا وعد على ركعتين ده أفضل. بقول له ما كلها صلاة جماعة، فقال لي لا تصلي مع حد لسه جاي أفضل. كلامه صح، كلامه صحيح، في أفضلية. أيوه كلامه صحيح. طيب في عندي شيخ قارئ فاضل بيصلي بينا، فطبعا بيقرأ دايما يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين، وبعد كده رب يكرر تاني بقى يعني يقول الحمد لله رب العالمين. فزلكت قراء رب العالمين. فزلكت قراء كالذين خرجوا هذه الأيام. اسمع عشان في بعض الفزلكات منتشر الأيام دي كده. والسماء يعني اصبر أخي،
اصبر أنا ببين أشياء إن شاء الله نفع يعني. الآن انتشر في بعض الناس الأئمة يقول سبح اسم ربك الأعلى الآية الثانية الذي خلق فسوى، فيتفزلك ويقول الأعلى الذي خلق فسوى. يا أخي ربنا جعل ختام الآية هكذا السماء والطارق، ويرجع يقول الطارق النجم الثاقب. لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل نهاية الآية والسماء والطارق. ونعم بالله. ممكن أحيانا المعنى يستقيم، ممكن أحيانا المعنى يختل منه. تمام، أنت فاهم كلامي؟ ممكن أحيانا فاهم. اسكت استني كمل، بس كمل حي يعني. ماشي. انتشر أيضا في الناس الآن واحد من الأئمة يستلم الإخوة، يستلم المصلين، يبدأ من أول القرآن كل يوم، كل صلاة يكمل على الذي مضى على الذي مضى، يعني أقرب إلى أن تكون رياء وليست من هدي رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم. أنت فهم كلامي؟ في الفريضة فهم فضيلة، فيعمل في الفريضة كذا. وانتشر هذا حتى في بلاد كثيرة جدا من دول الخليج، انتشر هذا الكلام، إمام مستلم الناس الفجر آية الطلاق، الظهر المغرب التي بعدها، العشاء التي بعدها، الفجر مسلسل يعني يخلص سورة البقرة في شهرين. بالترتيب يعني. هذا ليس هدي محمد عليه الصلاة والسلام. عليه وسلم. فزلكات ومظهرية ما لا داعي. لا إله إلا الله. يعني خلاه يا أخي إلزم هدي محمد في العشاء، هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يخشى، في الفجر يصلي بالسجدة والإنسان. تمام. عليه الصلاة والسلام. في الجمعة يصلي بالأعلى والغاشية. يلزم سنة الرسول، أما يلزم الناس ويسمى يراجع حفظه عليهم، كلها صراحة المفروض يرجعوا أنفسهم في هذا الكلام قبل أن تغزونا هذه المسألة في مصر. الله يبارك في عمرك. صحيح صحيح. وياكم. السؤال بقى الثاني، السؤال بالنسبة لما احنا بنصلي، شوف اسمع كلامي بس، كلمة بالنسبة دي كلمة ركيكة وليس لها معنى. انت تقول بارك في عمرك بالنسبه للاكل بالنسبه للشرب، يا اخي سيرمي بالنسبه هذه ما لها فايده. تفضل. الله يبارك في عمرك. اوعى تقول بالنسبه مره ثانيه. لا فهمت حضرتك. ماشي. انت فضيلتكم ماشي. بالنسبه للصلاه احنا بنصلي برضو ما غضب عننا ناس، واحنا بنصلي طبعا بالنسبه للرب بتاع يعني الآيات العذاب والرحمة، فهل لو مرت علينا آيات عذاب أو يعني نستعذ منها في أثناء الصلاة إحنا كمؤمنين يعني ورا الإمام يعني بنصلي؟ ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ صلى الله عليه وسلم. آية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقصرون هذا على صلاة الليل، وبعضهم يعممه، وأنا مع الذين يعممون، لأن الجائز في الفريضة جائز في النافلة، والجائز في النافلة جائز في الفريضة إلا بالدليل، لا التفريق يكون بدليل. وأيضا فهم الصحابة على هذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد وعبد الله بن السائب يصلي بالناس صلاة العشاء، فتلا عبد الله بن السائب وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته في صلاة العشاء أشهد أشهد. وابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع قول الله تعالى، وكان إذا قرأ قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك اللهم وبلى. والإمام الشافعي يستحب أن يقال في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لقول الله تعالى يخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، الآية قبلها إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. ربنا يتقبل منك الأمر يا رب إن شاء الله. يا رب والسامعين والسامعات. آزم المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدى أحدكم فليقل
اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له ولكن لازم المسألة. اللهم أمين يا رب. تفضل. بقول لك يا شيخ دلوقتي مسألة الآثار اللي وردت إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. الآثار اللي وردت في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. لا يثبت منها شيء عن رسول الله أبدا. طيب صفة الجلوس بالنسبة للناس وردت عنها. يا أخي افهم الكلام يا أخي، قلت لك لا يثبت فيها نص عن رسول الله الثابت في قول الله تعالى أبعثه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بالنص الثابت عن رسول الله عليه السلام أن مضمون الصريح يعني اصبر يا أخي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى لما يبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ثاني أثر موقوف على مجاهد وفي سندها أيضا مقال. تمام، يعني الأثر دي مش صحيحة يا شيخ؟ لا عن رسول الله، لا ليس فيها أي خبر عن رسول الله. فهمت كلامي؟ طيب دلوقتي يا شيخ صفة الجلوس بالنسبة لله تبارك وتعالى تثبت؟ يا الله يغفر لي ولك. يا الله يكفينا شر كل ذي شر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين بعد اذنك. سأل يا حبيب. السؤال الأول، عايزين نعرف ايه الأعمال اللي ربنا بفضل سبحانه وتعالى بها الناس عن بعض في الجنة. في الجنة؟ في الجنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الناس في الجنة درجات مش كلهم نفس النعيم، يعني ايه الاعمال اللي تخلي الواحد ربنا تعالى يرفع الواحد على الجنة؟ كل الاعمال الصالحة منها الجهاد، ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، منها حفظ القرآن والعمل به وفهمه. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آت تقرأها. منها حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. منها كثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الأعمال الصالحة عموما، منها سؤال الله أيضا. تمام. هل اللجوء للطب النفسي يتعارض مع الالتجاء الى الله؟ ليس، لا يتعارض، انما تدوى عباد الله، فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء، لكن يكون الطبيب ثقه دين خبير. فتح الله عليك يا فاطمه بنت ابو العلا. السلام عليكم. مرحبا استاذ سعد. مرحبا. الله يخليك. بس يا شيخ، لو الزوجه خرجت من البيت بدون اذن زوجها وهي حامل، فالمصاريف اللي بتروح بيها عند الدكتورة والكلام ده وهي عند أهلها، يتحملها الزوج ولا هي تتحملها ولا إيه؟ يعني خرجت عن غير إذنه ولا خرجت ناشز ولا خرجت لعلة؟ إيه السؤال؟ خرجت ناشز يا شيخ، هي يعني عايزة طلبات معينة وحاجات معينة ورحت صالحتها مرة عند أهلها. يعني لازم نسأل. قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. لماذا خرجت؟ هل أنت عبوس قمطرير في وجهها؟ هل تخشى على نفسها من بطشك فتسقط إذا أنت ضربتها؟ أنا والله يا شيخ، هل أنت بخيل؟ هل أنت بخيل لا تعطيها شيئا؟ هي راحت أول مرة غضبت عند أهلها، ورحت جبتها أنا ووالدي، وجي والدها قلت له اقعد احكم بيننا. أيه. والدها قعد وحكم بيننا، قال بنتي غلطانة. خلاص. والمرة الثانية غلطانة أيضا؟ بعدها بمرة تانية رحت أنا في وسط أهلها قدام عمامها الاثنين ووالدها وأنا لوحدي، وقلت لهم احكموا عليا وأنا ابنكم وهي بنتكم. طيب. قالوا بنتنا غلطانة. في المرة الثالثة نفس الكلام، خرجت قالت رايحة الشغل، رايحة الوحدة الصحية، وراحت الشغل، ومن الشغل من هناك مشيت وما قالتليش رايحة فين ولا جاية منين، وخدت بعضها ومشيت، وهي دلوقتي حامل. فأنا دلوقتي سؤال يعني يو. سؤال يعني أه؟ مدام أبوها
رجل منصف كما أنت تقول. أبوها من يعني رجل ملتزم فوق راسه في الخيال. طيب مدام أبوها محتفظ هاجل. محتفظ بالزواج علشان بس خاطر والدها رجل ملتزم ورجل طيب نعمة من الله عليك. يصبر بس نكمل كلامنا. إذا كان أبوها رجل صالح كما تقول لماذا لم تذهب إليه وتقول له يا والد ائتني بزوجتي زوجتي حبيبتي يا والدة تالي؟ ذهبت شيخ يعني مرة واثنين والتالتة لكن هي يعني قال لي من حقها تاخد الذهب وتبيعه بتاعها. قلت له ماشي ما فيش مشكلة. مش من حقها تطبخ لابوك برضو ما فيش مشكلة. مش من حقها يعني أنا والدتي متوفية ووالدي قاعد تحت هو واختي. لمجرد بس ان انا قلت لها حطي بدل ما تحطي فرخه نص فرخه حط فرخه كامله. قالت لا مش هحط. قلت لها مفيش اي مشكله. انت تشتري لي فرخه ثانيه وخلصنا من الموضوع يعني مش مشكله. انا قلت لها فهي كل المشكله بتقول انا نفسيا تعبانه حاسه ان انا مضغوط. خلاص يا اخي. ويقولون واسال النساء يقول المراه في حملها تعتريها ظروف وامور قد تعكر على صفو نفسيتها. والله يا شيخ بالله العلي العظيم لما بتطلب حاجة بتيجي اتنين. يا أخي اصبر بكلمك من موضوع آخر. أحيانا المرأة الحامل تعتريها ظروف نفسية تتعب نفسيا من أي سبب. ممكن تشم حاجة مش موجودة. ممكن تقول البيت ريحته وحشة وهو مش ريحته وحشة. يعني الحامل تعتريها أمور. اسأل أمك كده بالله يا أمه وانت حامل كنت بدي الله يرحمها يعني ماتت الله يرحمها رحمة واسعة. طيب نعمل ايه يا شيخ يعني اصبر نعمل ايه اصبر يا حبيبي اصبر اسيبها عند اهلها شوية ولا اصبر وادفع ادفع الفلوس ما تكونش بخيل وتعلق ال انا ما عنديش اي مشكلة خالص والله تجيب لامك فرخة من النص فرخة وزوجتك تحرمها حامل الجنين اللي ببطنها انت مسؤول عنه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. شكرا جزيلا. ادفع بالله عليك ادفع انت مش بخيل. ماشي يا شيخ. زوجتك هتشحت يعني عشان الجنين. انت الجنين اللي في بطنك. لا حاضر. لا خلاص يا شيخ تحت امرك. بس اتمنى كذا حد يقول لي ان هي خرجت من غير اذنك. الناس بتوقع بينك وبين زوجتك. معلش معلش يا اخي يا ابوها رجل صالح. انت تقول لابوها مسك وريحان صح؟ صح. لا خلاص. السلام عليكم. اش اصبر من اجل الورد انسقى العليق كما يقولون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخنا بعد اذنك. اسال. في اخ بعت لي 1000 ريال من السعودية. واحد بعت لك 1000 ريال من السعودية عايز تردها جنيهات مصر. عادش لسه. ها؟ ايه؟ هو عنده ال 1000 ريال. ها؟ هو معاه 1000 ريال هناك. طيب وبعدين؟ ازاي اخد من ال 1000 ريال دي انا هديهم لهنا لاهله مصري. ايه ينفع يجوز هو يبعتهم لي بس بعد شهرين ثلاثة؟ اذا كان بيع عملة لازم هو يعني عفوا هو يريد يرسل 1000 جنيه 1000 ريال لاهله ولا ايه بالضبط؟ ما قيمتهم مصر لاهله يعني انا هدي اهله 6000 جنيه وهو معاه 1000 ريال لما يجي القاهرة ان شاء الله هيديهم لي. لا يجوز. لا امال الصح اخده منه ازاي 1000 ريال؟ انت تاخد 1000 ريال توصلهم 1000 ريال. طب هو معايا رقم حساب هناك بتاع اخويا ممكن يحطهم في رقم حساب اخويا وخلاص. رقم حساب اخوك ريالات ولا دولارات ولا جنيهات ولا لا ريالات يحطهم وانت تسلمهم هنا ريالات وانا اخدهم من اخويا بقى اما اخويا ياخدهم اخدهم من اخويا انا. يعني هو يسلم اخوك 1000 ريال وهيحط في حساب اخويا في البنك 1000 ريال. ايوه هديهم انا لاهله 6000 مصر او 7000 مصر في نفس التوقيت. لازم في نفس التوقيت؟ ايوه لازم في نفس التوقيت لانه بيع عمله بل عمله يلزم فيه يدا بيد. لو قلت له بكره او النهارده بالليل لا 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 يا سلم خليه يحط الاول هو الريالات بعدين كان في نفس التوقيت. في نفس التوقيت يا حبيبي لازم نفس الوقت. ايوه الله يسلمك. طب لا في سؤال ثاني عايزك يا شباب. اتفضل. بص يا حبيبنا انا كنت مشترك في نادي شعبي نادي شعبي انا واولادي ما شاء الله. ماشي ما شاء الله يعني عامل بركة يعني خايف من الحسد ما شاء الله. ايه ما شاء الله. فما بنت بقى عندها 25 سنه حابه يفصلوها. طيب الواحد لها كرنيه منفصل. ايه لا يبقى لها كرنيه منفصل. كرنيه منفصل يعني ف الست اللي هناك قالت لي هات اسمه الجواز بتاعت بنتك فاكتشفت ان هي اسمتها قبل اشتراكي في النادي. طيب قالت لي ما ينفعش البنت دي تعمل لها اساسا كرنيه منفصل
انا هتغير خالص من الكرنيه. طيب قلت معاها قلت لا مش هينفع خلاص. مرت السنه، لا مرت السنه فجات موظفه غيرها عايزه فلوس، بتقول لي لا، بتقول لي انت ليه ما جددتش لبنتك؟ قلت لها هو ينفع؟ قالت لي ينفع. طيب هو السؤال بقى مولانا، انا لو جددت عن طريق الموظفه دي انا مش هتعرف اصل حاجه، انا هدفع اشتراك العادي، لازم اقول لها بقى ان دومينيك قالت لي كذا، ولا خلاص جدد وخلاص وهي مش عارفه حاجه؟ ما تخليها بين اذا قلنا قياسا البيوع النصح وبين بورك لهما في بيعهم. طيب ليه قل لها ليه؟ لماذا الاخت الاخرى فعلت كذا وكذا؟ لان هي بتقول لي اتجوزت قبل تقديمك في النادي، قبل اشتراكك في النادي هي كانت متجوزه. طب ما تخبرها، اخبر يعني اخبر الجديده؟ اخبرها قول لها هل القانون يسمح؟ ايوه بين هي شكلها مش عارفه القوانين يعني. ايوه غلبانه يعني، انت عايز تضحك عليها. لا مش عايز اضحك، انا بسال مولانا عشان مش عايز اضحك عليها. طب خلاص بين لها، لازم ابين لها. وبعدين لازم تروح انت وبنتك وزوجتك ولادك النادي كله اختلاط ومش لا 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 احنا نروح الساعه 8 الصبح مش حد هناك. ماشي الحمد لله، جزاك الله خير مولانا، بارك الله فيك يا حمدي خريبه ولك بمثل، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير الحمد لله دائما. بقول لحضرتك يا شيخ، ابنتي متزوجه بقالها شهر من ساعه ما تزوجت، وهي بتشتكي بالصداع، وهي انسه يعني، ما كانتش بتشتكي بموضوع الصداع ده خالص. هل يعني ده له علاقه بالزواج؟ وعملنا كشف على العين ما فيش حاجه. والله احنا يعني ما فيش شيء في الشرع يقول ان المراه اذا تزوجت تصاب بالصداع، ما اعرفش نص في هذا الباب الا اذا كانت في اشياء مرضيه طبيب هو اللي يتكلم فيها. اما انا انصحك ترقي نفسها بالمعوذات مع قوله الله أحد. والله يبرقيها وزوجها بيرقيها على طول، بس يعني بتقعد تبكي من ابو عبد الكريم غندور وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ انا فاتني صلاة المغرب. نعم؟ فاتتني صلاة المغرب. ما سمعت. كيف اقضيها وانا رايح اذهب اصلي العشاء؟ فاتتك صلاة المغرب، كيف تقضيها وانت ذهب صلي العشاء؟ انا ذهب لصلاة العشاء. انت وجدت الناس دخلوا في صلاة العشاء ولم يدخلوا؟ لا دخلوا في الصلاة، صلي معهم العشاء ثم لما تسلم صلي مغربك الذي فات، لقول الرسول عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. شكرا. بارك الله فيك يا عمر ابن عدلي الرمحي، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أسمك بحالك؟ الحمد لله أنا بخير. معلش بس انا بتواصل معك على الخاص، ممكن بعد الحلقه ان شاء الله؟ ممكن بس بعد الحلقه بشويه كده ناخذ نفس بس. تفضل. حاضر، شكرا. بس بالله عليك ترد علي ان شاء الله قدر الاستطاعه. جزاكم الله خير. وكفاره اخذ علاج من التامين ببطاقه شخص اخر، تصدق بقيمتها، او اذا استطعت ترد لشركه تامين القيمه ردت، والا تصدق بقيمتها. السلام عليكم. ابو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك، نورت الشاشه. الله يسلم عمرك ويبارك فيك، كلمك والسامعين والسماعات. بارك الله. بارك الله فيك طارق رجب. بالنسبه للتعدد، بعض الناس بيتكلم عن التعدد وهو فرحان خالص، مع ان التعدد ده المفروض يا فضيله الشيخ يكون ليه اصول وثوابت الناس تمشي عليها، مش اي واحد يتكلم عن التعدد وخلاص. يعني الامر يعني الناس فيما بين افراط وتفريط، والتوسط في الامور كلها مطلوب. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. فالامور يعني كل شيء المغالاه فيه او كل شيء فيه توسط. يعني لو انت سالت سؤال مركز احسن يكون، لو سالت سؤال مركز يكون الجواب
احسن من هذا الجواب ان شاء الله. ماشي فضل الشيخ، جزاك الله خير. الله يبارك في عمرك، بارك الله فيك يا اخي السيد النقولي وسلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رضيت ياسين ليس من اسماء النبي ياسين، تفضل الله يحفظكم. انا بس كنت محتاج من حضرتك فتوى. انا كنت قلت هي طليقة حاليا يعني كانت زوجتي وقتها يعني انا كنت متجوز وكان في مشاكل معاها وبعدين زعلت كانت عند بيت اهلها فكان في حد من الناس اللي بتتوسط كلمني وقال لي خلاص رجعها وكده قلت يعني قلت كده بالنص عليا الطلاق ما انا مرجعها ولا اطلقها يعني خرج مخرج اليمين ايوه بس انا كانت نيتي ان هي هتطلق لك خرج مخرج اليمين لما افترضنا قلت اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم انني سأطلق زوجتي هل لك ان ترجع وتكفر نعم لك ان ترجع وتكفر اشد من الذي قلته قول النبي عليه السلام والله اني احلف اليمين على شيء فارى غيرها خيرا منها فاكفر عن يميني وافعل الذي هو خير وقال والله لئن يستلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. طب يا فضيله الشيخ ما هو انا كنت وقتها حصل لقاء بيها ويعني قبل ما يحصل الجماع اتصلت لا دي لا هذه المساله لا تاثير لها. لا تاثير لها في وقتنا. طلاق بنيه يا فضيله الشيخ يعني كنت جاي لها يا اخي انت ما طلقت يا اخي قلت علي الطلاق هطلقك صح؟ طلقت بعد ما حصل اللقاء بيها يعني خلينا من اللقاء اللقاء ده في الناحية السنية والبدعية دي مسألة ثانية لا تأثير له في الوقوع من عدمه يعني زي ما قلت لزوجتك الآن أنت طالق في طهر عاشرتها فيه أو يا حائض الطلاق واقع خلفت السنة لكن الطلاق واقع يعني لا تكلم على هذه المسألة الآن مسألتك أن قلت أقسم بالله أو حلفت علي الطلاق لابد أن أطلقك ما طلقت للآن وكلامك خرج مخرج اليمين طيب هي بعديها حصل الطلاق الفعلي عند المأذون طيب واحدة خلاص كفانا الله شرك في النص كنت قابلتها في يعني في يوم كنا بنكشف لبنتي المهم ما تركش في الكلام بقى خلاص مش انت طلقتها عند المأذون ما انا كنت سألت واحد شيخ وقتها انا مالي ومالي الشيخ وقتها انت الآن طلقتها عند المأذون صح ايوه في قسيمة الطلاق مكتوب تطليقة واحدة بائنة ولا تطليقة رجعية؟ رجعية مكتوب رجعية؟ هي جاءت معك وقعت عند المأذون؟ ايوه كان طلاق مباشر يعني لا كلامك مش مظبوط يا بني كلامك غير منضبط لأن ما تذهب للمأذون إلا في حالة الطلاق البائن حتى توقع أنها أبرأتك فكلامك فيه خلل شوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله على السلامة يا شيخ مصطفى الله يسلمك الحمد لله الله يكرمك عندي حضرتك بعض الأسئلة سل وأوجز بإذن الله أوجز صحة حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ القرآن كان حسن الصوت مادة ليس له ترجيع لا يثبت حكم وضع اليد على المرفق اثناء الصلاة. اليد على ايه؟ على المرفق. يعني كده يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يعني اللي هو بلغة المصريين القوة. كده يعني في الصورة كده. لنهاية الساعد. شوف ليس في المسألة أي تفصيل. نعم. التفصيل من ناحيتين. الأول هل يشرع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو لا يشرع؟ طبعا مسألة خلاف بين العلماء وإن كنا نجنح إلى الوضع. ثانيا كيف تضع اليد اليمنى على اليسرى؟ هل هكذا أو هكذا أو يتأبط ذلك؟ بهذا كل التفصيل كل ما في شيء ثابت. حتى أشياء شاذة خفيفة فيها شذوذ خفيفة. أين توضع أيضا؟ هل على الصدر؟ على البطن؟ على الجنب؟
كل هذا لا يثبت فيه خبر، إنما الذي ورد حديثان. الحديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. المخالفون يقولون لم يوضح من الآمر، هل الأمر عمر أو غير عمر أو رسول الله، لكن قول الصحابي أمرنا يعني الرسول، لكن لأنه صحابي صغير سهل بن سعد كان صغيرا، فقالوا احتمالية أن يكون الأمر غير عمر، ده وجهة نظر الآخرين. والحديث الثاني حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وائل بن حجر أيضا وافد على الرسول، مش مقيم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بصفة عامة، لكن هذا الذي نرجحه وضع اليمنى على اليسرى. القائلون بعدم الوضع استدلوا بحديث آخر بأن النبي قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ما قال ضع اليمنى على اليسرى، حجة الملكية وغيرهم، خدت بالك؟ لكن نختار القول بالوضع، خدت بالك؟ تمام يا سيدنا، نختار الوضع بالقول بالوضع في أي حال. اصبر كده بقى، هل نضع كده أو نضع كده أو نضع كده عند الناس؟ كل هذا ما فيه نصوص ثوابت. غيره شيء آخر؟ يا سيد. نعم أحسن من توجع. قل يا بطني لا توجع، إنما نعم أحسن من تفضل. نعم يا سيد. تفضل يا حبيبي. الحكم قول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد والشكر، ووضع اليد كما يدعو الإنسان، لكن الواحد بيدعي، ده جائز؟ يعني يا رب لك الحمد ولك الشكر يعني؟ يا رب كأن الواحد بيدعي يا رب لك الحمد ولك الشكر، يعني معظم الناس بيعملوا كده. أما لفظة الشكر لم ترد عن رسول الله في هذا الباب، في هذا الباب. أما أن تقول ربنا ولك الحمد لم ترد بصفة مضطردة، لكن إذا عملتها مرة ولا شيء لا تبطل الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس في مرض موت النبي، في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فشعر النبي بخفة فخرج إلى الصلاة يتهادى بين العباس وعلي رضي الله عنهما، وأدخل في الصف، فلما رأه الناس كادوا أن يفتنوا من شدة الفرح به، وإذا وجهه كورق المصحف أصفر شيئا ما، فأكثر الناس التصفيق الناس، فأبو بكر كان لا يلتفت، فلما أكثروا من التسبيح والتصفيق التفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إليه أن مكانك، يعني اثبت في مكانك، فأبى أبو بكر ورجع، وحمد أبو بكر ربه على أن الرسول عليه السلام لم يعنفه لكونه صلى بالناس. فإذا عملتها أحيانا جاز. تمام يا سيدنا. لا تكن عادة، لا أقول كلما أقول سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد لم ترد بصفة مضطردة. نعم، إذا لا تكن عادة. الله يسلمك، شكرا. طيب سيدنا من فضلك. تفضل. مع ناسف إن أنا طولت مع حضرتك، لو أنا طولت ممكن حضرتك تقفل لو أنا أخذ يعني حق. ما دام الكلام نافع على رأسنا. لا طبعا كلام نافع إن شاء الله. إن شاء الله، تفضل. دلوقتي يا سيدنا لو في واحد مظلوم وما فيش شهود، فهل يجوز للمظلوم انه يجيب شهود زور؟ لا هم سيشهدون الزور كيف، على اي اساس سيشهدون؟ انت تحملهم امام الاسم، هم ما شافوش، انت ما شافوش بس عشان ياخد، يعني تعتبر حيلة، هل ده جائز؟ لا مش جائز. طيب يا سيدنا سؤال اخر من فضلك. دلوقتي في يعني حصلت مشكلة، بنت عمتي كانت شغالة في كوافير حريمي، هي فتحت كوافير تاني تبعها، ودلوقتي الزبائن بيقولها هي على حساب المحل التاني، فالناس دلوقتي محتارة من الغلطان في الموضوع ده، هل هي اللي غلطانة ولا مفيش غلط عليها؟ يعني بنت عمتك كانت تشتغل موظفة نعم فضل. في محل ماشيطات، كوافير بسموها الماشيطات، تمام، كانت عاملة، نعم، وبعدها
نمت وترعرعت في المهنة. ففتحت محلا خاصا بها وسرقت الزبائن المحل الأول. أنا ما أعرفش سرقة ولا لا، هم ما أعرف. معهود يعني. نعم على أي حال. أيوه. نعم. الأول كده أسأل سؤال ثاني كده عارض يعني، بنت عمتك تنمص البنات ولا إيه؟ ما عنديش علم. أسألك إذا كانت تنمص البنات في هناك لعن للنمصة والمتنمصة. نعم مفهوم. فتحت في نفس المكان ولا مكان بعيد؟ في شارع مجاور. والله يا أخي في العرف أنا ما عنديش نص بالتحريم، لكن العرف عرف التجار في هذا الباب أن هذا لا يليق إن فتحت تفتح في مكان آخر بعيد. عرف اسألوا عن عرف المهنة. لكن هو فعلا العرف بيقول كده، لكن احنا كنا بنتكلم من ناحية الدين يعني. ما هو الدين أحيانا ترد المسائل فيه للأعراف أحيانا، يعني مثلا على أحد الأقوال في تفسير قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، على أحد الأقوال إن بالمعروف، والقول الآخر العرف المتبع في الناس قول آخر. لكن عموما النبي قال لها مهر مثليها من غير وكس ولا شطط، فرد الأمر إلى العرف، خذي ما فيك ولدك بالمعروف. تمام يا سيدنا. آخر حاجة، آخر طلب من حضرتك بس. اتفضل. يا ريت بس حضرتك من خلال فضلتك توجه رسالة لوالدي ربنا يديله الصحة. هو مصمم يا سيدنا اللي أنا أتجوز دكتورة، وأنا مش عاوز مراتي تشتغل، وهو بيقول لي لازم، وهبقى غضبان عليك. لا اعتبار لرأي الوالد في هذه المسألة. نعم. لا اعتبار لرأي الوالد في هذه المسألة. يعني لن تكون معصية للوالد. ليس من حق الوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج بمن لا يحبها الولد، وليس من حق الوالد أن يجبر ولده على أن يجعل زوجته عن زوجة الولد تعمل، ليس هذا من حق الوالد. فأنصحه ولدعكم من الرياء، خلاص عاد الرياء انتهى. الله يكرمك يا سيد. انتهى خلاص، دكتورة وحرف الدال وحرف الباء، فقرأ يعني دكتورة دينة مرحبا بالطبيبة الدينة، لكن إلزاما أن يتزوج طبيبة ولازم تعمل موظفة وتختلف. ما هي لازم لو هي دكتورة لازم هتعمل، وأنا مش عايز مرتي تعمل. وأنت دكتور ولا إيه؟ أنا أستاذ طب. يعني أبوك عايز واحدة زيك يعني. فأنا ده مش وجهة نظري خالص. هي لو أنا اتجوزت واحدة دكتورة ما ينفعش أقول لها ما تشتغليش، لأنها درست ولسه تحضر، فاستحالة مش هتشتغل. وانا عايز مراتي يعني تقعد في البيت، مش عايزه تشتغل خالص. واذا صغنا السؤال بالصياغه، هل من حق الوالد ان يجبر ابنه على ان يجعل زوجته تعمل؟ ليس من حق الوالد هذا. يعني ابي مثلا قال، الله يرحمه، مش انا، الاب قال لابنه لابد ان تجعل زوجتك تعمل، هل يجب على الولد طاعته ولا يجب على الولد طاعته في هذا؟ تمام يا سيدنا. يعني بتفهم الشرع؟ ابوك يعني رجل مصلي؟ الحمد لله بيصلي، بس يعني ربنا يعني درس هو يعني من النوع اللي هو بيحب الوجاهه الاجتماعيه. طيب الوجاهه الاجتماعيه يعني هو بيحبها زياده عن اللزوم يعني. ممكن انا قلت يعني اتجوز واحده معها كليه عاديه، بس هي طبعا تقبل انها تقعد في البيت. لكن عمرنا الدكتوره تقعد في البيت. لا، في دكاتره ترضى، في دكاتره ترضى تقعد في البيت. لا ده هو يعني هو يا شيخ مصطفى يعني برضه ربنا يديله الصحه مصمم انها تكون دكتوره بشري. يعني حتى قلت له يا والد خلاص دكتوره بشري، لكن لا مصمم انها تكون موظفه. ما هي البشري ديت لازم تكون موظفه، ما هو ما فيش عليها خالص دكتوره بشري هتقعد في البيت يا شيخ مصطفى. هي ده الكليه لوحدها 7 سنين ونص ومصاريف. الان بسالك سؤال يعني. نعم؟ بسألك سؤال، أسألك سؤالا. تفضل يا سيد مكرم. أبوك مصر على أنها ستعمل؟ مصر؟ مصر على، لا هو بس هو عاوز دكتور، لكن طبعا مش في دماغه بقى تعمل ولا ما تعملش. طب ما احنا في جزئية برضه ممكن نحل مشكلة بينك وبين والدك. تفضل. طب أنتوا على موقت كده كلنا. ممكن. أنت لسه واصلة لك الكلمة، الحمد لله. المهم. ممكن تبحث عن طبيبة ترضى بأن تجلس في البيت، بس تحلت المشكلة. بتقول يا شيخ مصطفى معلش ما سمعت. في طبيبات
ايضا ابوها كذا مخه كذا ان لازم تكون بنت دكتوره وان لم تشتغل. فممكن تبحث عن واحده طبيبه او طالبه زميله وتشترط عليها, انت تشترط على كلها تجلسي في البيت وهي تكون محبه لهذا. يعني في بنات في كليات الطب يحببنا ان يجلسنا في البيت. والله يا ريت. ما تشوف بقى خلاص انت حل مشكلتك. خلاص ادعي لشيخ مصطفى ربنا يرزقني بالزوجة الصالحة ان شاء الله. اللهم من هذا انت ولد بتفهم الحمد لله. سلام عليكم. وقد خلقكم اطوارا. واحد مصر ابنه يتزوج واحدة امام حرف دال. يقول لك صيدلانية, لا دال بتاع الصيدلانية دال الصيدلية. طيب يا اخي الزم تقوى الله, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ياسين ليس من أسماء النبي محمد يا ياسين الحسن. الحسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى, إذا لم يكن للسيب ولي يجوز لها تزوج نفسها؟ يزوجها المأذون. تعرف المأذون أنت مصري؟ نعم يا شيخ. تعرف المأذون؟ نعم. خلاص زوج عند المأذون يكتب لك قسيمة, لكن تأخذ واحدة في الشارع وتقول لك زوجتك نفسي وتجيب اثنين من أصحابك وتعيشوا كده كل يوم مع رجل آخر, لا زوجك المأذون. أنا أقصد أمام المأذون. إن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له, ليس لها ولي يزوجها المأذون. شكرا. الله يكرمك. أنت الوقت عبد الرحمن. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق, والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا, فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت, لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور, ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك, ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واجعلنا دائما وأبدا وإخواننا وأخواتنا وذوينا في عليين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا المعارج يا ذا الفواضل يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين، يا رب السماوات السبع وما بينهما يا رب العرش العظيم، اتخذناك وليا فكلنا وليا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا. رضينا بك وكيلا عنا يا ربنا، رضينا بك وكيلا عنا في كل مكان وفي كل وقت وحين يا رب المشرق والمغرب، يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين. كلنا ظهيرا وكلنا نصيرا، واحفظنا جميعا بحفظك وكلنا برحمتك، وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم عليك بأعدائك الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.